عبر مزارعون ومواطنون في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين عن استيائهم من عدم وجود دعم حكومي ولا تشريعات تحمي المنتج العراقي، مما يجعل المنتج المستورد يغزو الأسواق، الأمر الذي أثر سلبياً في اقتصاد المواطنين والدولة على حد سواء. حبيبي هسه احنا عندنا هنا 22 حاجه بيها، بس حاجتين عراقي كله ايراني. شنو هن الحاجتين؟ الحاجتين اللهانه والخس فقط، غيرهن والله كله هذا ايراني، الخيار ايراني، بيدنجان ايراني. احنا علش ندعم ايران؟ ليش ما ندعم ربعنا اللي بلدنا؟ وهسه احنا كله مني هنا ياخذون 600 قمرق 400 نايمين يعني ما يصير يا اخي. احنا توجيهنا للدوله يعني ياخذ قمرق وين تقع القريصه؟ براسنا وراس المواطن، ليش هيك؟ واحنا خيرنا كوام ما شاء الله، لو يدعمونا الفلح طبعا يصير الخير كله مكوم ما شاء الله، قاعين نضاله مي نضال شنو بس ماكو دعم للفلاح، ولهذا السبب كله هسه مستورد. طماط ايراني عندنا، في الليفله ايرانيه، يعني اي منتوج عراقي ماكو. والفواكه تركيه عندنا، اللهانه انا اقول لكم كثيره عندنا، واللهانه بيش عبنها عراقيه 200، الحمراء عبنها مستورد ب 600، وهي البيضة اطعم من الحمراء. السيف قلة الدفع المواد، يعني الفلاح مثلا، يعني فلاح ماكو دعم، كل شيء ماكو يعني دعم. يعني عندك مثلا الحويج وسامورة سد العراق، يعني اولا عندك مثلا السامورة، زيارة سامورة متمدة وين؟ البذور الزجاجية، البلاستيك مثلا، عندك البذور، عندك المبيدات مثلا، يعني شغلات كثيرة يحتاج الفلاح دعم، الكيمياوي يعني مهمة جدا. فالحويج كذلك نفس الشيء، قدمه يحلو ما شاء الله درجه اولى، بس هذه قله الدعم. الفلاح العراقي فمنتهي، مغروف يعني، لا مي لا بيت زجاجي لا بيو، حتى نايلون ما حد ينطي، يعني ما حد ينطي كل شيء. وهو اذا يريد يجيب هسه على الكراب بيش، هاي هسه على البطاطا العراقيه، البطاطا الايرانيه قاعد تجي تنباع ب 400 و 450، التركيه لل 500 صل، العراقيه بربع. ليش؟ وانظف بوتيته وارقى بوتيته موجوده وربع دينار. ليش؟ قال عراقي، ها البوتيت العراقيه تعجن، ها ما تبس مثل التركيه وما تبس مثل الايرانيه، فالعالم تعودت على المستورد اكثر من المحلي. والله احنا نطالب الحكومه، وما تقول لي الحكومه هي شنو مشتغلتها؟ نطالب لها للفلاح. هو ابو الزراعه من هنا يطالب، وابو زراعه المحافظه يطالب، بكل محافظات العراق، مو بس اقصد بس محافظة صلاح الدين او محافظة نينوى، وكل محافظات العراق يطالبون لا احد ينطيهم كيمياوي، ولا احد ينطيهم بذور، ولا احد ينطيهم نايلون، ولا احد ينطيهم بيوت زجاجية، ولا احد ينطيهم بيوت بلاستيكية. انطاهم كم سنة كم تركتر وكم دراسة وقالوا لهم روح لعلكم، وهي